حابب يعني في موقع يا شباب اسمه بي في تك، بي في تك. انا حطيت على الجروب من اول يوم يمكن، تمام، الرانكينج بتاع 2020. فكل سنه بيحصل رانكينج تقييم للشركات من ناحيه، تمام، المبيعات بتاعت الشركه، قوه الشركه، الادفانسد تكنولوجي او التقنيات الجديده اللي بتعملها الشركه. تمام، اول حاجه عايز اعمل فوكس عليها، في شركات كتير جدا بتصنع الالواح الشمسيه. تاني، في شركات كتير جدا بتصنع الالواح الشمسيه، بيصلوا الى يمكن 200 300 شركه، ده المصنعين. ناهيك عن ان في ناس يجي مثلا هو مش بيصنع عنده، هو مش مصنع الواح شمسيه، تمام، بيروح يتعاقد مع مصنع ياجر منه خط الانتاج مثلا لمده سي يوم يومين اسبوع شهر، ويبدا ينتج له برودكت باسمه. والكلام ده بيحصل كتير جدا، تمام، في دول كتير. يعني تروح مثلا الصين تقول له والله انا عايز اعمل الواح شمسيه اسميها اشرف سولر بسبيكس معينه، تمام، بتدي له السبيكس، تمام، بيقدر هو يشتغل عليها وبيعمل لك البرودكت بتاعك، تمام، بناء على اللي انت محتاجه وانت ما يكونش عندك المصنع. طبعا المصانع الكبيره او الشركات الكبيره اللي هم بيسموهم المانيفاكتشرر او السبلايرز، تمام، الكبار، هم شركات ثابته، شركات تعتبر شركات عالميه، 80% منهم تقريبا او يمكن اكثر من 80، معظمهم شركات صينيه. في شركات، تمام، في شركات كنديه، في شركات، تمام، على مستوى انحاء العالم هتلاقي في مصانع للالواح الشمسيه. يمكن هنا في السعوديه في تقريبا اربع مصانع، في منهم واحد هنا في الرياض، وفي مختبر يعني ضخم جدا في مدينه الملك عبد العزيز زي ما قلنا المره اللي فاتت، وفي ثلاثه تقريبا تاني في الدمام تقريبا. فالشاهد ان انا اقدر اصنع الواح شمسيه، تلاقي في السوق مثلا واحد عامل برودكت مسميه اشرف سولر، بالرغم ان اشرف سولر ده مش موجود من الشركات اللي احنا بنقول عليها النهارده دي، تمام، هو رايح لخط انتاج وصنع. طبعا معظم الناس اللي هي الكبيره ما بترضاش ان هو يعمل لك يعني برودكت باسمك، تمام، ويكون الاسم بتاعه من الاسماء الكبيره زي جينكو مثلا سولر، جينكو سولر دي، تمام، وترينا سولر وكنديان سولر، دول شركات كبيره عالميه، تمام. الشركات دي ممكن يدي لك انت تبقى وكيل لي، تمام، يبقى انا وكيل لشركه جينكو سولر، بس اللوح نفسه، تمام، مكتوب عليه جينكو سولر والسبيكس بتاعته تبع جينكو وكل حاجه تبع جينكو، بس انت ايه، وكيل لجينكو، حتى الداتا شيت او البروشور اللي تبقى معاك دي تبقى جينكو سولر. الداتا شيتس في كتير ان شاء الله، هبدا بكره بس احملهم الصباح ان شاء الله. انا حملت لك يمكن 6 7 داتا شيت هنشتغل منهم المحاضره، تمام. الشركات عايزك انت النهارده تدخل، هنشوف ان شاء الله في اخر المحاضره، هدخل مثلا على جينكو سولر او ترينا سولر زي ما عملنا في الانفرتر كده، هدخل على الموقع بتاعهم اونلاين ونبدا نشوف الداتا شيت بتاعتهم ونعمل لها داونلود، او نبدا نستعرض ايه اللي موجود في الموقع، ايه احدث التكنولوجيات اللي هي موجوده داخل الموقع. فالالواح الشاهد معظم الشركات او الشركات اللي احنا هنقولها دي هي اهم الشركات على مستوى العالم، تمام. الرانكينج بيتغير من سنه لسنه، يعني ممكن تلاقي مثلا شركه ال جي مثلا دخلت في سنه 2020 وبقت تقريبا هي في الرانكينج رقم واحد. واحد في مره سالني في كورس اللي فات قال لي انا دخلت على موقع، تمام، لقيت ال جي هي الشركه رقم واحد في الرانكينج، ودخلت على موقع تاني لقيت شركه جينكو سولر هي رقم، ترينا سولر تقريبا كانت هي رقم واحد. المواقع دي كل واحد بيميز من ناحيه، تمام، هو مش تمييز عالمي، يعني انا جايب مثلا الصوره دي جايبها من موقع اسمه بي في تك، تمام، ده بيقول لك من ناحيه حجم السوق، حجم المبيعات، المنتج ده فيه مشاكل ولا لا، المنتج ده، تمام، منتشر ولا لا، ممكن يكون لوح قوي جدا بس ناس كتيره جدا لا تقبل عليه، سعره غالي، بيسخن، في مشاكل، الكلام ده كله هنبدا ايه نشتغل عليه واحده واحده. انا عايزك بس دلوقتي اهو في اول المحاضره، لحظه بس نتاكد ان احنا بنسجل عشان انا، تمام، عايزك من اول محاضره تعرف اسماء الشركات. طبعا زي ما انت شايف هنا في حاجه اسمها السيل بروديوسر والموديول سبلاير. الموديول سبلاير دي اللي هي الشركات اللي الناس عارفاها بره في السوق، جينكو سولر، ترينا سولر، كناديان، هانوا، كيو سيل، تمام. في شركات تانية بتعمل السكوير او بتعمل البي ان جانكشن نفسها، بيسموها السيل بروديوسر. مش شرط ان الشركه
اللي عملت السيل تبقى هي الشركه اللي بتبيع اللوح. يعني في شركات بتبيع الكومبوننت نفسها وبتاخد الكومبوننت دي اللي هي السيل وبتتجمع تمام في الشركات او السبلاير، زي مثلا هانوفا. هانوفا دي كيو سيلز، السيل الرئيسيه، السيل الرئيسيه تمام. هانوفا ممكن تلاقي شركه هانوفا دي ليها يعني ليها سبلاير بيبيع نفس الشركه بتاعته، ماشي. ممكن تلاقي جي اي سولار برضه، هتلاقي ليها شركه جي اي كسبلاير. في بعض ترينا سولار بيعمل هو السيل بتاعته تمام. ممكن واحد تلاقيه تمام واخد الرانكينج عالي في السيل واخد السبلايرز اقل. طب دي بتبقى نتيجه ايه؟ طيب نتيجه ان هو هنا في السيل بروديوسر بيقول لك الرانكينج بناء على تقييم قوه السيل، مدى ان الخليه نفسها دي تمام لا تتاثر بدرجات الحراره جامد، الافيشنسي بتاعتها عاليه، التكنولوجي المستخدمه في السيل. يعني مش شرط انت هتبص هنا تلاقي جي اي سولار هنا جي اي سولار، ده الرانكينج ترتيب. هي جي اي سولار بتطلع كسبلاير شركه كبيره، جي اي سولار تمام بتعمل تمام بتعمل كسبلاير او كشركه بتبيع للناس، عامله تمام الواح وبتبيعها للناس. ممكن واحد مثلا يقول لك يانجلي اهي، في يانجلي جرين، هي مش قصه ان دي قصادها، القصه هنا ده رانكينج ترتيب للسيل وده ترتيب لمين؟ للموديول. الشاهد ان انت تبقى عارف اسماء الشركات على اساس ان انت ايه؟ تبدا تشتغل على الشركات دي من الاول. قبل ما اشرح حتى الموديولز وادخل في تفاصيلها لازم تبقى عارف الشركات.